وتنضم إلينا الآن من كاليفورنيا الباحثة والناشطة السياسية الروسية المعارضة أنستاسيا بوبوفا. أهلا بك معنا أنستاسيا، كيف تقرأي أنت هذا الهجوم؟ أولا أود أن أعبر عن تعازي الخالصة للشعب روسيا وسكان بيترسبرغ وخصوصا أهالي ضحايا هذا الهجوم. هناك العديد من الإشاعات ونظريات المؤامرة فيما يخص هذا الهجوم الذي حصل في محطة مترو الأنفاق، لكن أود أن أعرف الرأي الرسمي للحكومة الروسية وما سيقوله المحققون المسؤولون ما سيقولونه، وبالنسبة لما هو سائد في الوقت الحالي فإن الحكومة الروسية أو جزء من الحكومة الروسية يمكن أن تشن مثل هذه الهجمات. طيب أنستاسيا، هل تقرأي أي شيء في دلالة التوقيت؟ أنا أتحدث إلى أصدقائي في سان بيترسبرغ، هي مدينتي، وأتحدث إلى بعض الأصدقاء من المحللين والذين يعرفون تاريخ روسيا، يعرفون أن كانت هناك أمثلة قامت فيها الحكومة الروسية بشن هجمات مفبركة ضد سكان الروس. ليس هناك دليل إلى الآن بأن حكومة بوتين هي من فعلت ذلك وشنت هذا الهجوم وهذه العبوة النسفة. كانت هناك هجمة حصلت قبل 17 سنة فقط للوصول إلى السلطة. طيب هل يرى، من خلال متابعتك، هل يرى الشارع الروسي أي رابط بين هجمات كهذه وأنشطة روسيا في دول أخرى كسوريا مثلا؟ أعتقد أن الحكومة الروسية ستحاول استغلال هذه الهجمة الإرهابية من أجل تبرير اجتياحها في سوريا، لأن الجنود والجيش الروسي غير ناجحين في سوريا، والحكومة الروسية عليها أن تبرر إلى الشعب الروسي لماذا تصرف الحكومة الروسية الكثير من الأموال والوقت في هذه العمليات في سوريا ومع ذلك فهي فاشلة. وأنا أتوقع أن يؤولوا هذا الهجوم بهذه الطريقة ويربطونها بسوريا. طيب وهل من رابط في رأيك بين المظاهرات الحاشدة التي خرجت في مدن روسية كثيرة مؤخرا وهجوم كهذا؟ بالتأكيد أعتقد أن هذا عقاب إلى مواطني سان بيترسبرغ، وبخلاف المظاهرات السابقة هذه المرة هناك العديد من الأشخاص الذين خرجوا للمشاركة في المظاهرات ضد الفساد في الحكومة وحتى في موسكو عاصمة روسيا. وطبعا أعتقد أن الحكومة الروسية ستستخدم هذا الهجوم فقط لتبرير قمع أكثر ضد الحريات وحرية التعبير والحريات المدنية في روسيا. أشكرك شكرا جزيلا الناشطة السياسية الروسية المعارضة والباحثة أنستاسيا بوبوفا.